نتواصل أكيد مع كل المشاهدين في كل مكان. وجائحة كورونا وأزمة كورونا يعني عطلت الحياة، حياة البشر في كل العالم، وكثير من الناس كان بتقوم بنشر بعض الأخطاء الشائعة في كيفية التعامل مع جائحة كورونا، لكن دائما الحقيقة والكلام الحقيقي والمنطقي والصحي والطبي من الأطباء سواء كان في بلادي أو حتى خارج البلاد. جائحة كورونا تحتاج إلى الوعي الكبير جدا والاستماع للأطباء والمتخصصين في هذا المجال. من كندا مباشرة هذا الفيديو معنا دكتور عبد الناصر بشير، هو استشاري رعاية الحرجة والحاصل على الزمالة الكندية في الباطنية والرعاية الحرجة والحاصل على البورد الأمريكي في الباطنية والرعاية الحرجة. نشاهد هذا التقرير عبر هذا الفيديو أو عبر هذا الفيديو نشاهد دكتور عبد الناصر بشير. واحدة من الأشياء الخاطئة اللي بتحصل في السودان إنه الحكومة السودانية وزارة الصحة وحتى الأطباء السودانيين بيستوردوا بروتوكولات وأنظمة طبقت في دول غربية أو في دول حتى عربية حولنا وبيحاولوا يطبقوها في السودان. السودان ظروفه مختلفة ومفروض يكون عنده بروتوكول ونظام خاص للسودان بالنسبة بيراعي فيه هو الإمكانيات بتاعت الحكومة السودانية والمواطن السوداني والظروف اللي موجودة في السودان. واحدة من الأشياء اللي خاطئة اللي مفروض ما نعملها في السودان مراكز الحجز، يعني في مراكز للحجز بيحط فيها الناس اللي فيه عندهم الكورونا. في نظري هذا نظام خاطئ ومفروض ما نعمله لأسباب كثيرة جدا. إنه أنا أتوقع مئات الآلاف، مش مئات الآلاف، ملايين الناس يصابوا بهذا الكورونا، وما ممكن السودان ما عنده الإمكانيات اللي ممكن تخليه يحجز كل هؤلاء الناس. ولو أتم هذا الحجز الناس دي حتكون موجودة تحت ظروف صعبة جدا، وحيقام الكورونا ده يؤدي لقتلهم بدل ما كان. طبعا نحن زي ما عارفين الكورونا معظم الناس ما بيسبب خطر على حياتهم وما بيعيوا شديد من الكورونا، فبالتالي نحن ما نحتاج نعمل شيء أو نحجزهم. طبعا فهذا الشيء يعني بيمارس في دول تانية، وفي الدول دي ممكن يكون صحيح، لكن في السودان مؤكد انه ما صحيح، المفروض ما نعزل النازل. شيء تاني بيمارس في دول تانية في السودان المفروض ما نعمله، اللي هو الدول المتقدمة بتحاول تعمل يعني تيستينج، بتعمل فحوصات كبيرة جدا لناس كثيرين جدا، وتعمل حاجة اسمها بنسميها كونتاكت تريسين، يعني تشوف مين اللي مصاب وتحاول تتواصل مع الزول ده وتعزله. هذا الشيء في السودان حيكون مستحيل، ما ممكن تطبيقه. فما أنا داير الحكومة والأجهزة الصحية تقوم تبدأ في المشروع ده وآخر النهاية اكتشفوا إنه مستحيل يعملوه ويضيعوا فيه قروش ومجهود ساكت، فمن الأول مفروض ما نعمله. نحن نركز only في فحص، يعني ما مفروض أي زول نحن بفتكر إنه عنده كورونا نقوم نفحصه، ما في فائدة في فحص الزول ده، يعني ما عندنا الإمكانات عشان نعزله وما عندنا الإمكانات عشان نتابع مين الناس اللي احتك بهم وكده. في كمية كبيرة جدا من الناس مصابين بهذا المرض وكون ما حاملين أعراض وما منحتاجين أن نعالجهم. فبالتالي أنا بنصح الحكومة في السودان هناك إنه ما تعزل الناس دي وما تعمل لهم كونتاكت تريسينج وما حتى تفحصهم أصلا من الأول. نحن نركز في فحص الناس اللي عندهم أعراض، ما أعراض عادية، يعني شخص حصل له ضيق شديد في التنفس وغالبه يتنفس، هذا الشخص اللي مفروض نفحصه. لكن شخص ما عنده أعراض أو شخص عنده أعراض بسيطة أنا أنصح الحكومة أو وزارة الصحة وحتى المواطن نفسه إنه ما يفحص نفسه وما يمشي المستشفى أصلا من الأول. إنه الشخص اللي مفروض يمشي المستشفى هو اللي عنده أعراض، ما أعراض عادية، يعني أعراض إنه غلبه يتنفس ويحس إنه لو قاعد في البيت حيموت، فده الشخص اللي مفروض يمشي المستشفى، وده الشخص اللي المفروض نحنا نعالجه، وده الشخص اللي مفروض نحنا نعزله وكده. لكن الشخص العادي لا. الشيء الثاني اللي المفروض نحنا نتعامل معاه، ونحنا نفترض أي زول هو عنده الكورونا أوردي ونتعامل معاه، هذا الأساس. كيف حنتعامل معاه؟ إنه هذا الشخص مفروض يلبس قناع. مين هو هذا الشخص؟ أي زول. نحنا حنفترض أي زول عنده الكورونا وما حتى حنحصهم ذاتهم، وإنه أي شخص يلبس غناء هو
ولما كل شخص يلبس قناع كده بيحمي نفسه وبيحمي الناس التانيين، يعني ما حينقل العدوى لناس تانيين. ونحاول نعمل هذا الشيء ما بالقانون، ما نخوف الناس ونعاقبهم، لو ما عملت هذا الشيء حنعاقبك حنحطك في السجن. نحن ما عندنا امكانيات، يعني المرض ده لما نحن المفروض نكون برو اكتف، نكون فاهمين انه المرض ده حيعمل شنو، وما ننتظر لما الموضوع يصير حتى نقوم تو رياكت. السودان ما عنده امكانيه انه يحط كميه كبيره جدا من الناس في سجون وحاجات زي دي ويعاقبهم وكده. يعني نحن حاليا المجرمين حيكون في مشكله في اننا نحطهم في سجن، الناس اللي بيقتلوا وبيعملوا اشياء خطيره قد يكون في مشكله في انه يحطوهم في السجن. فالان نحن شخص ما يطبق القوانين الصحيه او ما حيطبق نصائحنا، ما في داعي اننا نخطه في السجن ونعاقبه وكده. نحاول نقنعه بالمنطق ونحاول نكسبه كصديق وكشريك لنا في مواجهة هذا المرض راذر ذان عدو بالنسبة لنا. فموضوع الكرنتينا ونحجز الناس وكده هذا ما هو مفيد وما هو مضر، وهو مضر. وأنا شاهدت بعض الفيديوهات، كانت الحكومة في بداية الأزمة حاولت تحجز ناس، هؤلاء شردوا وعملوا مشاكل وكده. فهذا شيء خاطئ وما حنقدر نعمله وما في داعي نعمله، ما حيكون مفيد. نفس الشيء في دول زي ما شرحتها بتعمل فحوصات كبيرة لناس كثيرين جدا، ملايين الناس، ما مفروض نعمل هذا الشيء ونركز في فحوصات للناس اللي مرض أصابهم بمشكلة كبيرة جدا وضيق في التنفس. تاني واحدة من الأشياء اللي برضو دار صحيحة للمواطن السوداني، للحكومة السودانية ولوزارة الصحة، إنه ما كل الناس اللي عندهم الكورونا حتكون أعراضهم ضيق في التنفس وحيكون عنده حمى وحيكون عنده جحة. الكورونا دي بالمناسبة ممكن تظهر بأي أعراض، ممكن الكورونا شخص فشل كلوي، مشكلة في القلب، أي مشكلة بتصيب أي جهاز ممكن تكون دي أعراض الكورونا. فالناس ما دايرة تفتكر إنه أعراض الكورونا بس إنه ضيق في التنفس وحمى وجحة، أي شيء ممكن يكون هو عرض من أعراض الكورونا. زي ما قلت الحاجات دي الناس ما مفروض تمشي للمستشفى لأشياء بسيطة، إلا إذا الشخص حس إنه حيتوفى لو ما راح المستشفى حتى يروح المستشفى، لأننا إحنا ما دارين نرهق المستشفيات والطاقم الطبي بأشياء بسيطة وممكن تتعالج في البيت. يعني ممكن تتعالج في البيت. العلاج إيش؟ يعني إحنا عندنا علاجات بسيطة جدا للكورونا ومعظمها غالية جدا وما مفيدة كتير. فالأحسن إحنا نركز في الوقاية من الكورونا على راذر لأننا نركز على علاج الكورونا. انهم الغوا حظر التجول هذا باسرع ما يمكن. ثاني في شيء بنصح به المواطن السوداني وانه هو شيء خاطئ، انه في حاجات كثيره جدا في السوشيال ميديا تقول لك يعني اطباء يدعوا اطباء ما معروفهم اطباء حقيقه ولا لا، ما بيذكر اسمه، ما بيذكر المؤهلات بتاعته، وبينصح الناس اشياء في نظري انا خاطئه جدا. مثلا يقول استعملوا مضاد حيوي معين في منع هذا المرض، هذا شيء خطير وما هو مفيد، وهو مضر اكثر من انه مفيد، ويخلق لنا مشكله جديده انه الميكروبات البكتيريا العاديه تبقى مغامه لمعظم انواع المضادات الحيويه. فبنصح انه الناس ما اي شيء يسمعوه في الميديا يصدقوه كده، لازم تعرف الكواليفيكيشن تحت الزول ده، الزول ده اسمه منو، تشوفه تتاكد منه. في ناس ثانيين يقول لك يا اخي اسمع الليمون وزيت الزيتون ممكن يمنعوا الكورونا ويعالجوا الكورونا. انا بتفق معاهم انه زيت الزيتون والليمون مفيدين وكويسين جدا جدا، لكن لو داري تصلح لك صحن بتاع فول ولا تعمل لك سلطه دكوه. لكن في انها تمنع الكورونا او تعالجه ما في اي دليل على هذا الكلام. طبعا في نفس الوقت عصير الليمون والزيتون ما هم يعني ما شيء خطير، يعني ما هيعمل مشكله كبيره للعيان، الا اذا ادته فولس سنس اوف سكيورتي، لو ادته احساس خاطئ بانه يعني وضعه سليم وامان، وبعد كده يقوم يعني يوقف الاشياء اللي هي نحن بنعرف انها بتفيد، انه مثلا يلبس قناع في وشه وما يسلم على الناس بيدهم وما يحضنهم وما يزور الناس. توعيه المواطن بتلعب دور كبير جدا في مغامره المرض.
دي مشكلة كبيرة جدا، وتوقعاتنا انه من حوالي احتمال لو المرض انتشر في السودان، طبعا صعب انه الواحد يتنبأ بالمستقبل، لكن غالبا انه من حوالي 400 ألف نفر ل 4 مليون سوداني ممكن يتوفوا بهذا المرض. فالمفروض نحن نكون جاهزين بخطة للتعامل مع هذا المرض، خطة متكاملة، وأنا مستعد يعني مجانا من غير ما تكلف الحكومة ولا مليم على مساعدتهم بوضع هذه خطة مصممة فقط للسودان.